تفقد مدير مكتب الآثار بتعز ومعه مدير إدارة المتاحف الأضرار التي أصابت عددا من المواقع والمعالم التاريخية بسبب الأمطار والسيول الأخيرة في مدينة تعز. التفاصيل في سياق التقرير الذي أعدته الزميل نعائم خالد. زار مدير عام الهيئة العامة للآثار محبوب قاسم القرادي ومدير إدارة المتاحف بتعز رمز الدميني برفقة ممثلي منظمة وعي للتراث والتنمية برئاسة المهندس أنيس غيلان عن مناطق الأثرية المتضررة من السيول مع حصرها في قلعة القاهرة وسور ثعبات الأثري وكذا المدينة القديمة وسور السريقة والمتحف الوطني. تأتي هذه الزيارات إلى المواقع الأثرية التي تضررت بسبب الأمطار الغزيرة التي حلت على مدينة تعز، وتعتبر من الكوارث الطبيعية. تضرر طبعا أجزاء كبيرة من السور، سور ثعبات الأثري، كذلك قلعة القاهرة وسور السراقية ومجمع المتحف الوطني، وهناك مواقع ومعالم أخرى سيتم النزول إليها قريبا وإظهارها للرأي العام. طبعا نجدها هنا فرصة نناشد المجتمع الدولي، نناشد رئاسة الهيئة، نناشد السلطة المحلية بالوقوف إلى جانبنا ومساعدتنا لإعادة ما تم يعني تدميره جراء الكوارث والسيول التي حلت على مدينة تعز. رسالة تبعث من تعز بأن معالم تعز الأثرية في خطر حقيقي، وقابله انهيار وتلف في متحف تعز وما يحويه من رمزية تاريخية أصبح خرابة تنهار جدرانها، وكذا قلعة القاهرة تتناثر أحجارها وسوري السريقة وثعبات دون اهتمام ورعاية لتاريخ أمة. عاملين زيارات ميدانية للتعرف على الأضرار، حصر الأضرار التي حصلت لقطاع الآثار. احنا منظمة وعي للتراث والتنمية، منظمة مجتمع مدني مختصة في مجال التراث والبيئة. خلال الفترة الماضية من بداية شهر 4 حتى اليوم تسقط أمطار غزيرة على محافظة تعز ونتج عنها سيول غير متوقعة يوم الخميس الماضي 4 إبريل. كان نتيجة تضرر كبير لعدد مواقع الأثرية داخل المحافظة مثل سور ثعبات، سور معيب الدولة الرسولية الذي الآن احنا موقعنا هذا، وقلعة القاهرة والمدينة القديم وقلعة السراقية. زيارات متعددة للعديد من المناطق الأثرية التي تضررت بفعل الأمطار. هناك تغافل أو تغاضي عن الآثار التي موجودة في محافظة تعز وهي الآن تشكل ويلات والانهيار. نعايم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.